بسم الله والحمد لله والله أكبر كبير وسبحانه بكرة وأصيل. كذلك في هذه السورة ربي نبهنا أن الظالمين إذا جوج هم المجرمون. عندك شي ما تقول تبي با جوج، لو كنت غير ظالم لا نطقت بالحق ولم تكن من الكاذبين. قد وليت تقول كان كنت المصدر الحقيقة الصحيحة. قلت سيدنا إبراهيم عليه السلام تقدم بالتضحية لسيدنا إسحاق عليه السلام وهذا باطل تمام، ويؤيد القرآن يؤيد بطلان هذه الدعوة الباطلة. وما فما من قرب قربانه برضا إلا جد نبينا عليه الصلاة والسلام، أعني سيدنا الابن الأول لسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وهو إسماعيل عليه السلام. هذا التصحيح وتكرر وجود تصحيح مقولات أعدائنا أهل الملعونين وأهل الفاسدين وهم أهل الكتاب. أولهم أخطر وثانيهم اليونانيين مغلوب عليهم، والثانيين والعياذ بالله في كيان لا مثيل له عبر التاريخ الإنساني. قال غير المغلوب تتم الفاتحة، غير المغلوب عليهم ولا الضالين، أي هم يصون دوليرونس يصون لزيكاري والأخرين يصون مدين لبارد الله. والسلام على أهل الإسلام.